للحديث أكثر عن الأزمة التي يعيشها لبنان والمدفوعة بالأزمة السياسية، ينضم إلينا دكتور طارق شندب المحامي والأستاذ في القانون الدولي عبر سكايب من طرابلس. مرحبا بك دكتور طارق. يحاول أساس اللبنانيون تعليق الوضع الاقتصادي المتردي على شماعة جائحة كورونا ثم تفجيرات مرفأ بيروت. إلى أي مدى ترى أن الأسباب التي يسوقها الساسة اللبنانيون يعني تتوافق ربما مع قراءة واقعية للأوضاع في لبنان؟ كلام الساسة اللبنانيين على أن جائحة كورونا هي وراء الوضع الاقتصادي هو كلام غير صحيح، وهو كلام يراد به باطلا وليس بكلام حق حتى. فكل الدول في العالم تعاني من جائحة كورونا، وكل المجتمعات الدولية استطاعت أن تقف في وجه هذه الجائحة إلا في لبنان، حيث أن السلطة السياسية مستمرة بسياسة الفساد والهدر والمحسوبيات وعدم المحاسبة. لو قرأنا تقرير موديز للتصنيف العالمي للدول الذي نشرته منذ عدة أيام عن الوضع اللبناني، ولو قرأنا تقارير البنك الدولي ومؤسسة صندوق النقد الدولي لعرفنا أن الفساد هو السبب الرئيسي لما يحصل في لبنان، لأن فساد السلطة السياسية وعدم قيام الدولة بمسؤولياتها، لأن عدم قيام القضاء بدوره كذلك هو أحد الأسباب الرئيسية، لأن الاحتكارات وفوضى السلاح هي كذلك أحد الأسباب التي أدت إلى الوضع اللبناني. باختصار، الفساد هو سبب كل شيء في لبنان، عدم المحاسبة وعدم الجدية. في تقرير صدر في نهاية عام 2020 كذلك عن صندوق النقد الدولي يؤكد أن السلطة السياسية غير جادة في عملية تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان، وقال بالحرف الواحد إن هنالك عملية هدم متتابع وهدم رسمي لعملية الدولة اللبنانية أو متعمد، هكذا جاء في نص القرار أو نص البيان. وبالتالي السلطة السياسية غير مبالية، الفساد مستشري برغم كل شيء حتى هذه اللحظة منذ انطلاق سنة على مطالبة الشعب اللبناني بتحسين الوضع الاقتصادي. الليرة اللبنانية وصف 78% من قيمتها. دكتور طارق، يعني تحدثتم عن الفساد وقلتم أنه هو السبب الرئيس وراء تردي الأوضاع المعيشية في لبنان، حتى أن البعض يعني من المراقبين وصفوا الحالة بأنها حالة صوملة، أسموها بحالة صوملة جديدة تنمو في الشرق الأوسط. دكتور طارق، ماذا عن يعني ردود الأفعال الشعبية؟ قطع الطرقات المستمر من جانب الغاضبين احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، البعض يتهمها بأنها مدفوعة من قبل أطراف خارجية، كيف تنظر إلى ردود الفعل هذه وقطع الطرقات المستمر من قبل الغاضبين؟ يعني نحن أمام حالة سرقة لمقومات الدولة اللبنانية. هنالك عجز في ميزان الدولة يبلغ 100 مليار دولار، هنالك تهريب لكل مدخرات الشعب اللبناني وسرقتها، هنالك ثورة قامت منذ سنة تطالب بالكشف عن أموال الناس، خسرت العملة اللبنانية 78% من قيمتها، الشعب اللبناني أصبح لا يجد حبة بنادول في الصيدليات، الشعب اللبناني أصبح حد يعني المدخول أو المدخول الرئيسي لأي شخص عامل المستوى الدخل 2 دولار أو أقل في اليوم. وبالتالي ماذا تنتظر من هكذا الشعب؟ هل يسكت في ظل غياب السلطة السياسية والقضائية والأمنية عن القيام بواجبها؟ عمليات التهريب ما زالت مستمرة إلى الخارج، الأموال ما تبقى من أموال في خزينة الدولة التي تدعم فيها شراء المازوت والمواد الأساسية كالبنزين وغيرها تذهب وتهدر عبر عملية التهريب إلى سوريا. وبالتالي لم يكن هنالك محاسبة جدية لأي فاسد، لم نستطع أن نرى أي فاسد يدخل السجن في لبنان، لم تضع الحكومة أي خطة اقتصادية لمعالجة الوضع، ليس هناك خطة أمنية لضبط الوضع، ليس هنالك خطة قضائية للقضاء على المجرمين ومحاسبة الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب اللبناني. الشعب اللبناني أكيد تعب من هذه الحكومة وتعب من الطبقة السياسية المتورطة كلها بالفساد، المشتركة مع كذلك مع موضوع السلاح وسيطرة الميليشيات على المعابر الشرعية اللبنانية التي تهرب واردات الدولة وتهرب ما يدخل إلى الدولة، من بالإضافة إلى كذلك إلى أن المبدأ الأساسي في كل الدول أن الجمارك هي المصدر الرئيسي لواردات الدولة اللبنانية.
نحن في لبنان كنا نعتمد على الجمارك والضرائب والرسوم، في ظل وجود عمليات التهريب التي يقودها ميليشيا حزب الله وعملائها لمصلحة النظام السوري، أصبحت عمليات الجمرك في لبنان لا تدخل إلى الخزينة اللبنانية سوى مبالغ ضئيلة جداً التي تتم عبر بعض المعابر الشرعية، وبالتالي السلاح، الفساد، السرقات، عدم مبالاة الطبقة السياسية بالتحسين، هناك تعمد في إسقاط منظومة الدولة، الطبقة وضحت الصورة. السياسية كلها مشاركة، وبالتالي هذا هو سبب قيام الشعب اللبناني فيما يحصل الآن في طرابلس وغير طرابلس. شكرا لك دكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس.